كابتن عادل، ألف مبروك الثلاث نقاط، ثلاث نقاط غالية. يمكن طرد رجب نبيل، نتكلم على الطرد، إن هو أثر على أداء فريق سيراميكا بعد الدقيقة 68، إنما قدر كمان النادي الأهلي ونجح إن هو يستغل النقص العددي. طب يعني مبروك الأول الثلاث نقاط، ودي حاجة كويسة في صراع الدوري. صحيح، كتير قوي خدنا دوريات معظمها ما بتبقاش عارف انت اديت كويس ولا ما اديتش كويس. يعني تقدر تقول لي السنه اللي فاتت ماتش مثلا المقاولين الاولاني عملنا فيه ايه؟ 1-1. لا، السنه اللي فاتت بكلمك، السنه اللي فاتت 1-1 كان. انا بقول على ايه؟ على انك انت المباريات اللي زي النهارده ان تاخد فيها ثلاث نقاط لصراع الدوري دي حاجه جيده. والاحسن انك انت ممكن ما تكونش في التوب فورم بتاعك وتكسب، ودي ميزه جيده للفرق الكبيره. بس كان في اصرار لحد اخر ثانيه من المباراه انك انت عايز الثلاث نقاط. اكمل لك دي يا كابتن ايمن. الثالثه بقى والمهمه اللي انت قلت عليه الاصرار انك تاخد النقاط الثلاثه. يعني وده من عاده النادي الاهلي انك انت طول الوقت بتلعب لنهايه الامر. صحيح. بس خلينا نرجع بقى لحته مهمه. احيانا يعني مثلا السنة اللي فاتت نجاح مستر الكرة الكبير كان في ايه؟ انه ثبت التيم في اخر الموسم. في نفس هذا الوقت من الموسم كان بيعمل كده. وكان بيغير لعيبة كتير. وكان بيعمل السياسة اللي بيشتغل بيها. وكان الأداء مش بالصورة برضه زي دلوقتي. طلعنا تصاعدي لو فاكرين. فاكر. من بعد كأس العالم للأندية أو قبل كأس العالم للأندية بفترة كده. أنت لازم تعرف إن هو ليه استراتيجيته، ممكن توافقك أنت أو ما توافقش الشخصية بتاعتك. هو لازم يجب إن هو بيدرسها جامد. ثلاث أشياء لازم يخلي باله منها الأيام اللي جاية مستر الكرة. رقم واحد، التغيرات الكتير في التشكيل بيعمل عدم انسجام في الفرقه شويه، ودي احنا متفقين وبتبان على النتائج وبتبان على اللعب. اتنين، تذبذب مستوى اللاعبين نفسهم، ودي رجع للاعيبه ودي هنتكلم فيها. لكن رقم ثلاثة بالنسبه لمستر كور، النواحي النفسيه للاعداد اللاعب انه هيقعد ولا هيرجع. دي يا كابتن اللي عامله حته الخلل مع اللاعب. لاعب العربي والمصري بالاخص، انك انت اسباب اعادك واسباب دخولك جوه الفرقه دي علمها مدرب. ايوه. ومن وجهه نظره انت انت عندك حاجه واحده بس بتبص عليها، انك طول الوقت انا عايز العب وعايز ابقى كويس. انا جاهز وعايز ابقى كويس. اللعيبه عندنا بتخطا في حاجه مهمه قوي. انا ممكن ما العبكش كمدرب، تمام، وتنزل تلعب لما اديك تبقى وحش. لانك انت نفسيا مش مهيئ، زعلان، مش مهيئ، ما بتتمرنش كويس. ايه اللي هيحصل؟ وجهه نظري كمدرب انا صح ان انا مقعدك. لكن لما تنزل انا اديك فرصه وتنزل بلغه الكوره تمسك فيها وتموت نفسك وتبقى افضل لعيب الملعب، ساعتها انا المدرب اقول اعايدك غلط. صحيح. وانت نفسك والناس كلها هتقول انك انت ظلمته. يعني مثلا على سبيل المثال، انا مش عشان قفشه جاب جول، قفشه نزل النهارده لعب شويه كويسين وربنا اكرمه بالهدف. ممكن انت الناس المتفرجه يقولوا ايه؟ يقول لك لا، قفشه ما كانش يجب انه يقعد. لكن لما ينزل يلعب باداء زعلان وهو ويقول لك انا ما بلعبش ليه؟ تتحسب عليه. خلاص، ما انا صح، انت بتطلع المدرب صح. مظبوط. فالتلات حاجات دي، التلات اشياء بتوع مستر كولر دول لو خد باله منها في الفتره اللي جايه هتعدي الفتره التحضير اللي هو بيحضره. لحد ما يجي يثبت. عندنا مروان عطيه مثلا. ايه اللي خلى مروان عطيه يبقى متغير عن مروان عطيه الاخر؟ اللي هو بتاع السنه اللي فاتت. تغير هو في طريقه لعبه. انت ليك ميزه اشتغل عليها فقط. هنتكلم بقى على اهم النقاط الفنيه دي. ماشي. ان شاء الله. بس نروح لفاصل الاول. اتفضل يا كابتن. وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. انتظرونا.